ومن يومين يعني على هنا شاشة القناة. فبرضو عايز حضرتك تقول لي هل بالفعل النادي الأهلي لا يملك إلا استبدال 2 لعيبة فقط؟ الأهلي هو ده المتبقي له يعني؟ بص، احنا نظام القيد اللي جاي لنا السنه دي تمام، هو نظام قيد كان بيقول لك ان انت تلعب القايمه بتاعتك 30 لعيب، الاستبدال 5 لعيبه من ضمن ال 30، يعني عشان تبقى تعيرهم لازم يتأيدوا الاول، لازم يتأيدوا الاول تمام. اوكي، والخمسه دول حضرتك عايز تستخدمهم في بدايه السنه براحتك، عايز تستخدمهم في نص السنه براحتك، عايز تستخدمهم ثلاثه دلوقتي نص ونص براحتك يعني اوكي، لكن هم الخمسه اللي موجودين معاك يا كابتن اسلام، وخمسه تحت السن منهم 2 اجانب، ما كنتش فاهمها دي قوي، مش بل يعني مش بلاعها قوي، يعني هم تحت السن منهم 2 اجانب ازاي؟ بس دي مش شغلتنا يعني، هو طالما انت بص، رغم ان هو حاجه اتحطت وما تناسبش اي حد خالص، هي بتناسب نادي واحد بس او بتبقى بتخدم نادي واحد بس، لكن في النهايه اتحطت وبقت الزاميه على الناس ومحدش يقدر ينكرها وتم تفعيلها. فاحنا فكرنا بشكل، احنا كان عندنا 43 لعيب او 44 لعيب، انت الخسارات الماديه اللي خسرها النادي الاهلي في الفتره ديت بسبب الموضوع ده كانت كبيره. لا، وبسبب ان الدوري لم ينتهي قبل بدايه كاس الامم الافريقيه. انت ما خدتش المساحه الزمنيه اللي تخليك تسوق بعض اللعيبه. صح. فانت اتضغطت فتره كويسه، صحيح الحمد لله احنا طلعنا منها لان كان فيها خسارات ماديه وخسارات فنيه. ما انت الاول اي فرقه محترمه او اي فرقه بتدور على بطوله بتدور على الجزء الفني الاول قبل الجزء المالي اوكي، ففي لعيبه انت سبتها ببلاش وفي لعيبه انت تنازلت عن بعض الامور الماديه على اساس تحتفظ بحقك الفني. فانا مش بقول ان انا عندي ثقه في اتحاد الكوره بشكل كبير عشان هيغير في اللوائح، لكن اعتقد ان ده هتبقى من الحاجات الصعبه قوي، رغم ان احنا عندنا 2، احنا عندنا عندنا 2 بس يحقنا الاستبدال بتاعهم، لكن انا بتكلم على النظام. النظام ده بقى يساعدني ما يساعدنيش، يناسبني ما يناسبنيش، لكن هو نظام واجب على الجميع، واجب على الكل، طالما بيطبق على الجميع مفيش مشكله. لازم ان انا مش مساله ان انا بدور على المنافس، لكن انا بتكلم على اللي موجود دلوقتي. اللي موجود دلوقتي انت عندك مثلا في الاهلي في 2، الزمالك مثلا هو المنافس الاساسي بتاعك له 1، 2 من 1 مش كتير على فكره، لكن فرق كتير يعني. لكن انا بتكلم على الصح. الصح ان البطوله بدات بنظام تمشي كده، تمشي بنظام. طيب هل انت اتضريت بقى عشان تلتزم بالنظام ده؟ طبعا اتضريت، انا اتضريت. ايه اللي ضرك؟ اللي ضرني ان انا سبت احمد حمودي ببلاش. انا كنت ممكن ايده واطلعه في الاستبدال بس هيبقى عندي 1 نقصت من الاستبدال. طلعت هشام محمد ببلاش، التزمت بحاجات يعني تعاقديه ماديه يعني اقل من قيمه اللاعب ده على اساس ان انا احتفظ بحقي. واحد زي اسلام محارب مثلا ممكن اكون بعته برقم اقل من المفروض بس عشان ما فيش وقت، عشان ما فيش وقت. واحد زي محمد شريف مثلا، واحد زي واحد زي مثلا على سبيل المثال واحد زي باسم علي، واحد زي كلها اسماء أحمد مهمه حمدي. الحقيقه كلها يعني اسماء كبيره قوي، كبيره جدا. فانت يعني بتتكلم ان انت فرضت عليا حاجه وانا التزمت بيها، فما تجيش تغيرها في اي يوم مهما كان الضغطه او مهما كان الكلام يعني، لان انت كده في ناس اتضرت، فانت من اولها لاخرها. الحاجه الثانيه بقى، لو انت بتتكلم مثلا على اي طريقه تفكير، اعرض الاول على الانديه السنه الجايه مش السنه دي، خلاص السنه الجايه مش السنه دي، لو في طريقه في التغيير يعني اوكي تمام.